مين دي؟ مين؟ لا ما اعرفهمش. ايه هو اللي لا ما اعرفهم. لا 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 الحق يا ابو. لا 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 اعرف عوض ليه ده؟ عارف مشغول في ايه خبرين؟ هو عوض كانه يا رب كمان يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. صح على فرد عامل ايه؟ عامل ايه يا عوض؟ عمل مين دي يا استاذ عوض؟ دي فريد اخت الحاج كامل، الناس اصحابي هناك وجيراني في البيت. قلت لي انت ايوا. يا مرحب يا مرحب. مرحب بك يا حاج. احسن ناس والله. الله يبارك فيك. الدلاحين مش شدوا مني. الحاج كامل. نعم. انتوا دستور الحاج عوض اتعشوا معي الليل. لا ما اتعشى عنده هنا. ها؟ اتعشوا عنده هنا. يا عمي لا اتعشوا معاه. الله يبارك لك. انا عامل له الله يبارك لك حاج سعد، انت كلك كرم وكلك واجب يا حاج. الله يخليك. الله يبارك لك. يا حاج. يا عم واحد. انا وانت واحد. واحد خلاص العشاء عندي الليله باذن الله. لا 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 انت هو مش واحد، هو دي خلي بالك قاعد حاج معاه وانت انتوا عشاقكم عندي لفوا لفتكم ينفع نفسي ما اجر لها شقه جنبي بالمره كده ما اجر لهم شقه يقعد هو وقته فيه عيبوا جنبي وكده كده عيبوا يجيلك يزوروك في اي وقت ثاني يا عمي ماشي عشان خاطر نتعرفوا برضك على بعض كده ونسهر مع بعض الليل عشان ما فيش مشكله أيوة. ماشي عشان خاطرك انت بس تجيبوا البزه معاك ماشي حسن يلا يفرقك خلاص اهم حاجه يلا ده عشان روح مع ابوه حتى ابوه يلا يا تعال نبي اقعد يلا ماشي يلا روح معاهم يا ابا تروح يا خلاص خلاص خش يا كامل تعال ماشي يا عم تعال يا كمون يا وحشني تعال يا فريد يا اخي بصراحة يا عوض ما كنتش اعرف ان البلد دي جميلة جدا كده زي انت ما كنت بتحكي ما كنتش اتخيل ان هي تكون بالهدوء ده من حقه يجي ودفع عن ارضه الجو هنا جميل والله الحمد لله قول لي يا عوض بالحق عملت ايه في الاوراق اللي كانت معاك والدنيا ماشيه معاك ايه وخدوا بالهم من حاجه ولا الدنيا ماشيه معاك زي انت ما كنت مخطط والله يا فريده بصي بقى انا لله الحمد يعني قطعت مسافه كبيره قوي في القصه اللي انا جاي فيها دي واللي احسن من ده كله ان انا بسرعه خدت ثقتي كسبت ثقه الحاج سعد فيا طب ده يعني كويس الحاج سعد دلوقتي اصبح واثق فيا جامد واعتبرني واحد من عياله هو بس في شويه مشاكل بيني وبين مين ياسر ابنه بس انا من داويها في حاجات كده يعني ايه مش عارف انا شاك فيها بس انا خلاص انا قطعت مسافه كبيره قوي انا الحمد لله ان قطعت مسافه جامده جدا وحق عجيب والبركه في كامل اخويا هو سندي وانا اعتبر بص انت ظهري الله يبارك لك يا عم جد والله الله يخليك وجميلك دي عمر ما انساها لك البركة يا حاج كامل. بارك فيك. والله ده تشرفتوني يا حاج. الله يخليك يا حاج. انت كرم واهلا والاحوال الواجب. خلي بالك اول الحاج قال لي انا يا ابني روح هات لحمه. قلت له يابا الناس دي ما تستاهلش الا تاكل سمك. عم سمك احلى حاجه سمك. شكرني على حسن الضيافه يا حاج سعد. الله يكرمك. بس زي ما تقول انت ليك معزه خاصه عندي يا عوض. ما باين يا باين يا عوض انت وكامل بصراحه يعني الحاج بيحب ضيوفه بالذات اللي من طرف عوض حبيبه بس ده زيي وعياله بالظبط ربنا يكرمك انت جميل والله قلت لك عليك فاضل لي احلى عشوه الناس انا لقيتهم وعزمتهم وعاوزك انت تجهز لي احلى عشوه انت كنت قلت من عينيا ده لو عشوه ما احلى حشتها والله ما قلتليش بقى يا فريده انت تعرفش يا عوض من ايه؟ احنا اصحاب بس قريبين من بعض شويه
قريبين من بعض ازاي يعني؟ قولي يا بنتي قولي. يعني احنا دايما بنحكي كل حاجه لبعض ودايما بنقف في ظهر بعض شويه. قولي يا لا انا لسه واقف الحمد لله. والله العظيم يا ست فريده نورتينا. اقسم بالله العلي العظيم نورتينا. قول يا اخويا واسمك. قول اسمك. صنع بلدي حلو. خلاص خد يا سي عوض السمك ده كله يا اخويا. ربنا يخليك ربنا يكرمك يا رب. اشمعنى سي عوض يعني؟ اتفضل يا ابوي ما هو انت جنبه كله مع بعض يعني. يا سلام. لقمة زي العسل عشان انت رئيس سموح يا واسع. ناكل ايه بقى بعد الانجاز دي يابا؟ ناكل ايه بس؟ ولا يا ابو عزة هم عدمك شغالين في الضيق اليوم كله. ناكل ايه بس انا اسدد نفسي من الكلام. ايوه ليمونه اديني ليمونه بس اصل انا بصي خلاص. قولي يا ست فريده قولي يا اختي قولي. حلو عشان الكورونا دي. الله يبارك لك عايز يساعد. ربنا يجعله دايم عايز يساعد. قولي يا فريده. قريب. ما بلاتش يابا ما فيش ما حد غريب لازم تمد ايديها وتاكل. لا ما تقدر عليه لوحديها يابا. انت هتصفصها ايه لوحديها ليه؟ كل يا فري. اه ماشي كل يا فري. الحمد لله. ومين؟ اسمها ايه؟ فري. كده نقول يا فري يعني يا فريده يعني. شوف العسل حاجة كامل بصريش بيري لام الحمد لله والله على الساعه مشكرين يا حاج تاكل يا حاج الحمد لله رب العالمين تعرف انا وقيت على البيت فيري يوم الموضوع اللي حصل يا بس بعت على كده يابا الحمد لله يا با ما تاكل يا نعم الحمد لله انت هتصرف عليه تاكل يا حاج الحمد لله رب العالمين ما تروح بقى يا دهشه انا هاخد علاج العسل يا دافي اقعد يا دافي يا فاشل كلوا يا جماعه انتوا ما بتشغلوش بلاش يا فاشل دي حلو